حول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الخبير الدولي عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. بداية أرحب بك سيد عيسى في مركز الأخبار. بداية النسف أو قراءتك للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يعنى بحقوق الإنسان. بداية اسمحي لي أن أهنئ القيادة وشعب البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد ومرور 20 سنة مضيئة على تولي جلالة الملك مغادي الحكم في البحرين. فيما يتعلق بسؤالك، أعتقد أهم الإنجازات على الأطلاق التي تحققت في 20 سنة الماضية هي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بما يعني من إقامة دولة المؤسسات والقانون. فيما يتعلق بالتجربة الحقوقية البحرينية، هي تجربة رائدة ومتميزة، بناها المشرع البحريني في ضوء المشروع الإصلاحي على أكثر من آلية للحماية. مثلا عندما تصدر الدولة تشريعات معنية بحقوق الإنسان، تنشئ على أساسها مؤسسات معنية بحقوق الإنسان، فقوانين حقوق الإنسان ترعاها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بحقوق المرأة. المجلس الأعلى للمرأة هو المعني بها، الأمانة العامة للتظلمات معنية بكل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان المترتبة على ممارسات الدولة. كذلك ارتقت إلى أكثر من هذه المنظومة البحرينية وأنشأت مؤسسات خاصة بتحقيق العدالة والمساءلة، وحدة التحقيقات الخاصة، النيابة العامة كذلك فيها أجهزة، القضاء كذلك في أجهزة. فما يميز تجربة البحرين على الصعيد الوطني هي إيجاد أكثر من آلية معنية حماية حقوق الإنسان تشريعية ومؤسساتية وللمساعدة. فيما يتعلق بالإطار الدولي، كذلك البحرين حققت كثير من الإنجازات، ليس أقلها ما ذكر في التقرير. أنها من الدول القليلة في العالم التي نالت ثلاث دورات عضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث دورات. نعم، لو تحدث اليوم حقوق الإنسان أصبحت والتنمية الإنسانية طبعا تخضع لمعايير دولية تقاس من خلالها تقدم الدول وتطورها. اليوم لو نتكلم، كيف أسهمت هذه الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في تميز البحرين عالميا على صعيد الاهتمام بمعايير الأمم المتحدة فيما يعنى بحقوق الإنسان؟ خلينا ننطلق من أحداث التاريخ التي لا يمكن نكرانها. البحرين هي أول دولة في العالم قدمت الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما أهم فعالية حقوقية على مستوى العالم. نعم. في 2008، والبحرين وقيادتها والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو الدولة الوحيدة التي حظيت باحترام وتأييد، والعالم كله في الأمم المتحدة وقف تقديرا للنقلة الحضارية اللي قامت بها البحرين. فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الأخير، البحرين قدمت نالت على أقل عدد من التوصيات بالدول العربية على مستوى صعيد التنمية المستدامة، قدمت تقريرها وحظيت بكثير من الإنجازات. الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، نسبة التصويت للبحرين كانت عالية. ومتميزة جدا. نعم، في ختام هذا اللقاء نشكر الخبير الدولي عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. شكرا.